السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ازاي نتحكم في الميول اللي موجودة في السقف. طيب انا عندي طريقتين عشان اعمل الميول في السقف. ممكن وانا بعمل الروف باي بوت برنت اقول له ان انا عايز ميول اهي ديفاين سلوب وابدا ارسم واحدد السلوب بتاعي، وممكن ابدا اقطع الشغل بتاعي. يعني مثلا عندي هنا السقف بتاعي هنا اقدر اقسمه لحتت، كل حته فيهم احدد درجه الميول بتاعتها. بس الاسهل من كده ان انا هرسم من غير سلوب، تمام؟ طبعا لو قلت له وافق على كده مش هيوافق عشان الخط دوت، لان لازم شكل مغلق. خلينا نجرب. بيقول خلي بالك من الخط دوت، خلي الخط دوت، تمام. وبعد كده همسك دوت والاقي عندي modify sub element. modify sub element اقدر اقول له اد بوينت هنا واد بوينت هنا، تمام. واقدر اضيف نقطة في النص واضيف وابدا اغير في الخصائص بتاعته. خلينا نخش يو ان عشان هي بالمليمتر. فممكن تتعلم على النقطة ديت وتقول له دي مثلا سالب 50، والنقطة دي تخليها مثلا سالب 50 بالشكل دوت. النقطتين دول ممكن سالب 50 مثلا. فتقدر تتحكم في السقف نفسه يبقى فيه ميول، وده نفس الكلام ده موجود في الفلور.